قال رئيس اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية ليو شييه إن الصين ستقوم بتهيئة الظروف المناسبة لإصلاح نظام التسجيل للاكتتاب العام التمهيدي وحماية حقوق المستثمرين في سوق الأوراق المالية. يحتاج إصلاح نظام تسجيل الاكتتاب العام التمهيدي لبيئة قانونية كاملة. وفي 27 من ديسمبر الماضي أصدرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب التخويل الخاص بذلك، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس الجاري. وبرأيي أن التخويل الخاص يعني أن الحكومة يمكنها البدء بوضع سلسلة من السياسات واللوائح التي يحتاج إليها التحويل بين إصلاح نظام التسجيل ونظام الموافقة القائم ونظام التدقيق. وأضاف ليو في مؤتمر صحفي عقد على هامش الدورتين السنويتين أنه من المبكر جدا الحديث عن وقت خروج شركات الأوراق المالية الصينية ذات المسؤولية المحدودة من السوق، وأن مزود خدمة التداول بالهامش الوطني لعب دورا رئيسيا في جهود الحكومة لكبح جماح تقلبات السوق في الصيف الماضي. لكن ليو لفت إلى أنه سيتم إلغاء تدابير ضمان استقرار السوق التي تعمل كصمام أمان آلي، مشيرا إلى أن أكبر البنوك الصينية ترى أن المخاطر في الصناعة المصرفية يمكن السيطرة عليها بشكل عام، بينما ستعمل السلطات على منع المخاطر المالية النظامية. إلى ذلك قال رئيس لجنة تنظيم التأمين الصينية إن قطاع التأمين لعب دورا هاما في الحد من حالة الفقر في البلاد.